أن الأوضاع الأمنية في ليبيا هي في غاية السوء. هل تسمعيني؟ نعم أسمعك، تفضل. الأوضاع الأمنية في ليبيا هي في غاية السوء، بالإضافة إلى وجود حركات انفصالية مثل الحركة الفيدرالية الموجودة في شرق البلاد. فبالتالي هناك احتياج شديد إلى الوصول إلى نقطة آمنة، وهذه النقطة الآمنة ربما تتحقق بالوصول إلى إعداد دستور. القرار الذي صدر منذ قليل أو يعني منذ ساعات ينص على تمديد فترة المجلس الانتقالي الذي تنتهي فترته في السابع من شهر فبراير الحالي إلى شهر مايو، بيشترط أنه يوجد تحقيق تقدم ولو بعض الشيء حتى يمكن مد فترة المجلس إلى شهر ديسمبر، وفي خلال هذه الفترة يتمكن الجمعية التأسيسية من وضع الدستور. بالنسبة للعناصر الأخرى التي وردت في قرارات المؤتمر، يعني بالنسبة لنقطة رئيس الوزراء علي زيدان، رئيس الوزراء علي زيدان نتذكر أنه تم اختطافه أو كما يفضل البعض أن يقول احتجاجه في شهر أكتوبر الماضي، في دلالة واضحة على أنه لا توجد سلطة تستطيع أن تحمي حتى رئيس وزراء الدولة. نعم سيد أحمد، يعني هل نحن مقبلون على أزمة أو ليبيا مقبلة على أزمة سياسية جديدة، كون التعديل يتضمن تغيير اسم رئيس الوزراء علي زيدان في حال طبعا فشلوا في لجنة الستين في تحقيق تقدم نحو إتمام كتابة هذا الدستور؟ أنا لا أرى تغيير فوري لرئيس الوزراء علي زيدان، وأرى أنه بدأ أخيرا في التحرك لاتخاذ مواقف يعني بتظهر أي نوعية من القادة هو يكون. أصدر تعليمات منذ وقت قليل إلى القوات المسلحة الليبية بإنهاء الإضرابات في الموانئ الشرقية التي تمنع تصدير جزء من إنتاج النفط الليبي، وهم الآن في حاجة إلى الإيرادات المتولدة عن هذا النشاط الاقتصادي. فعلي زيدان ربما يكون ما يفعله متأخر بعض الشيء، ولكنه أفضل من لا شيء.